تروح للبرتغال عبر سكايب مع المدرب التاريخي للنادي الاهلي مستر مانويل جوزيه. بنرحب بيك مستر مانويل على شاشه قناه الاهلي. السلام عليكم فور اول اوف يو. السلام عليكم للجميع. معايا كابتن علاء ميهوب، كابتن محمد يوسف، كابتن عادل مصطفى، والكابتن هاني العجيزي، وكلهم بيرحبوا بيك. احضان الحاره للجميع، هم ناس كويسه كلها وانا مفتقدهم كلهم. مستر مروان، الاهلي وصل للنقطه 62 والنهارده بيواجه فرقه وادي دجله للوصول للنقطه 65 والاقتراب خطوه جديده من درع الدوري. شايف ماتش النهارده ازاي؟ فاضل كام اسبوع على نهايه الدوري؟ هو احنا في الاسبوع ال 24 دلوقتي، يبقى ناقص 10 اسابيع بالظبط. Faltam 10, 10 são 30 pontos. Quantos pontos tem o Al Ahly mais que o segundo classificado? O segundo classificado é o Zamalek ou é o Mukawlum? الاهلي بينه وبين المركز الثاني كم نقطة؟ الاهلي بينه وبين المركز الثاني 17 نقطة. هو دلوقتي 14 لان الفريق النادي الزمالك لعب مباراة زيادة. Do segundo classificado? Sim. Sim, مش مستر مانويل، شايف ماتش النهارده ازاي؟ اوكي. برونتو. Este jogo, minhas expectativas, eu não conheço a equipa do Wadi Degla. انا تطلعاتي للمباراه ديت، انا مش عارف المدرب الجديد بتاع وادي دجله، لسه ما شفتلوش ماتشات كتير. انا شفت ثلاث ماتشات قبل كده لنادي الاهلي في الاسبوعين اللي فاتوا. بعد فوز الاهلي بمباراتين، بعد مباراه نادي الزمالك كان في شويه صعوبات في المباراتين، وفي المباراه الاخيره ضد اللعب الاخيره ضد الجونو جه الجون في الدقيقه الاخيره. انا ما عجبنيش بصراحه الاداء الاهلي في المباراه لسبب بسيط، ان كان في فرق نقط كبير، كان في يكون في استرخاء اكتر في اللعب وراح اريحيه اكتر في اللعب، فلازم يكون يدخلوا بناحية معنوية أعلى من كده. أنا شايف أن الأهلي لعب شوية صغيرين جدا قدام الزمالك وكمان الفرق اللي بعديها، لأن فرقة الأهلي فرقة كبيرة ومفروض أداءها دايما يكون في كل الماتشات عالي. المباراة النهاردة كمان زي ما قلت ساعة مباراة الجونة، المباراة هتكون اتجاه واحد، الاهلي هيكون بيضغط في كل مناطق الملعب وهيحاول يحرز اهداف باسرع وقت ممكن، مع فرقة بتعمل تكتل منخفض في الملعب، بتلعب 5-4-1 في معظم لعبتها، فهي مسألة ان الجون يجي بدري ووادي دجلة يطلع من الأداء الدفاعي ويحاول إنه يجازف ويهجم ويحاول يلعب ويشارك في اللعب ويحاول يتعادل. إنما لو الجون ما ظهرش بدري هيكون الهجوم متواصل من الأهلي ووادي دجلة بيدافع، ممكن يكونوا منتظرين يلعبوا على الهجمه المرتده لما يفاجئوا بها نادي الاهلي، لان اللي انا شفته من الناحيه الدفاعيه في الثلاث مباريات اللي شفتهم الاخرانيين ان في اثنين لاعبين مهمين مش موجودين في الاهلي، عمرو السولية وعلي معلول، هم اثنين من اللاعبين الكويسين اللي في موجودين في الاهلي. فاثنين لاعبين مش معناها ان الاهلي مش هيمارس الكره بتاعته، بالعكس الاهلي هيكمل الكره بتاعته، بس العزيم الاهلي انه يحسن السيطره على المباراه باستحواذ الكره، لان الاهلي كان محتاج مفتقد مساله الاستحواذ ديت في المباريات اللي فاتت، فمحتاجين الاهلي يمسك الكره اكتر ويضغط على الخصم وما يخليش الخصم يطلع من منطقته.
الرياسون على بيردة دابولا وعايزين كمان رد الفعل عند خسارة الكرة لازم يكون رد الفعل فوري عشان استرداد الكرة مرة تانية فدي كان مفتقدينها شوية برضو في المباراة ضد الزمالك وضد الجونة كانوا محتاجين رد الفعل السريع والضغط السريع لاسترداد الكرة عشان ما نديش فرصة للفريق المنافس انه يستريح او يفكر وده الاهلي المفروض يعمله النهارده ان يعمل الحكايه ديت وكمان فوق كل حاجه لازم نلعب على الاطراف اللاعب في الاهلي دايما بيبقى الناحيه الشمال الاهلي معلول عليه نفتقده النهارده في الناحيه ديت والجمل اللي كان بيعملها مع جيرالدو كان بتسمح للاهلي انه يهاجم احسن من الناحيه الشمال الناحيه اليمين كانت محتاجه احمد فتحي انه بيشارك فيها برضه من الناحيه اليمين بيساعد في الهجوم اكتر فاحنا بنلعب فرقه النهارده بتلعب 5-4-1 فالاهلي لازم يعدل طريقه لعبه يضغط دايما ولازم يكون الباص الدقه بتاعت التمريرات تكون كويسه وما تفتقدش التمريرات لكن زي ما بقول ايا كانت الصعوبه ما كانش هيكون في اي مفاجاه للاهلي والاهلي هيكسب المباراه ان شاء الله. هل فرق النقاط الكبير اللي هو بين الاهلي والمنافسين اللي بعده كان سبب من ضمن الاسباب في اختلاف اداء النادي الاهلي بعد العوده من الكورونا زي ما شفنا مثلا ليفربول في انجلترا شفنا برشلونه في اسبانيا هل ده سبب من ضمن الاسباب؟ طبيعي ان اختلاف النقاط فعلا كبير ممكن يكون في بيدي زي ارتخاء او راحه عند الفريق في ادائه انما اللي حصل ان الاهلي كان دخل بتوتر في مباراه الزمالك كان ده اللي ادى ان هي يخسروها الاهلي احرز هدف وكان عنده فرصتين او ثلاثه لاحراز الاهداف حسيت ان الفرقه كانت متوتره وكانت مشدوده لكن بعد كده في مباراه الجونه كان في رد فعل بسبب المباراه السيئه اللي كان عملوها قدام الزمالك فاللي باين لي إن التأثير السيء لوباء الكورونا على الأهلي هو نفس التأثير على كل الفرق التانية هي عدم وجود الجماهير عدم وجود المساندة الجماهيرية للفرق لكن مثلا هدي مثلا لو مباراة الزمالك لو كان الاستاد مليان بالجماهير زي في الديربيات دايما والاهلي كان خسر 3-1 ما كانش الجماهير هيعدوا المباراه كده بسهوله كان هيتعصبوا جامد على لعيبه الاهلي فمن ناحيه تانية كانت حاجه ايجابيه انهم لعبوا من غير جماهير نفس الحكايه ضد الجونه انا عارف ان الاعلام بينتقد الفريق وجامد بعد الهزيمه من الزمالك فكرة القدم عامة لازم يكون فيها جماهير دايما لكن درجة التطلب العالية من الجماهير للأهلي أعلى بكتير من وادي دجلة اللي ما عندوش أي ضغط جماهيري فعشان كده في ميزة للأهلي دايما في فرق النقط واضح طبعا أنك متابع النادي الأهلي في الفترة ديت ويمكن من مكاسب النادي الأهلي في الفترة اللي فاتت أليو بادجي اللي هو رأس حربة النادي الأهلي اللي هو متألق بقاله تقريبا اكتر من 3-4 مباريات، ايه رايك في اليو بادجي كراس حربه للنادي الاهلي؟
أنا جات لي فرصة قبل كده أن أتكلم عنه كلاعب. هو لاعب رأس حربة طويل وقوي وبيتمركز كويس جوة 18، هو بيلعب كويس بالرأسيات وبيشوط بالرجليه الاثنين بسهولة جدا. لكن أنا شايف بس أن هو بيلعب معزول تماما، لأن الأهلي بيلعب ضد فرق بتلعب 4-5-1 والأهلي بيلعب 4-2-3-1، بيلعب رأس حربة واحد، وفي فترات بيظهر الجنبين بيعملوا عرضيات او بيلعبوا لعب اللي جوه المنطقه، بيظهر اللاعب دوت كهو لاعب كويس بس يبقى كانه جزيره معزول عن بقيه الملعب، فهو محتاج ان يكون حد يكون معاه جوه 18. فالفرق المفروض في الماتشات زي دي بتلعب 4-3-3 عشان الجنبين لما يدخلوا لجوه لمنطقه راس الحربه بيعملوا ثلاثه جوه 18 والباكين بيطلعوا في الملعب، ويبقى تقريبا خمس لاعبين في عندهم الامكانيه انهم ينهوا الهجمات. لكن احنا بنلعب 4-2-3-1 ضد فرقه دفاعيه لاقصى درجه، ده ما بيعملش ملوش معنى بالنسبه لي، وده بيخلي رئيس راس الحربه مع انه لاعب كويس في الماتشات اللي فاتت وصلت له كور قليله جدا يقدر ينهي الهجمه بيها، فهو معزول تماما لان الكواليتي بتاعت الماتشات اللي فاتت ما كانتش حلوه قوي عشان تظهره كراس حربه، فهو بيتضر انه بيلعب لوحده في وسط المدافعين الكتار دول. هو يبدو ان مستر فايلر سمعك، فهو النهارده بيلعب براسين حربه، يعني النهارده اليو باجي ما بيلعبش لوحده، بيلعب جنبه مروان محسن، فهل دي هتدي له شكل افضل المباراه النهارده؟ الله الله اكبر الله اكبر الحمد لله. انا ما بتكلمش فرنساوي بس شكل مستر فايلر سمعني اكيد، بس ممكن بتكلم انجليزي بس فرنساوي لا ما بتكلموش. الو طيب هل تتوقع اهداف الشوط الاول النهارده؟ خلاص بقى ده زي جراند جوغاند كون دوش بانتاج لانسا، واحنا نلعب اثنين راس حربة. لو الاهلي حسن الكواليتي بتاعت اللعب بتاعته من الجنبين، مش بس يلعب من الناحيه الشمال زي ما بيلعب عليها دايما، والنهارده بخصوصا في غياب علي معلول. لكن انا شايف ان فعلا انا مش عارف فرقه وادي دجله ومع المدرب الجديد، فمش فانا متهيألي ان الاهلي هيحرز اهداف بس، لكن اعرفه ان وادي دجله هيلعب على التحول الهجومي او على الهجمات المرتده وبيدافع تقريبا بكل الفرقه، وما الاهلي مع اثنين راس حربه لو الكواليتي بتاع اللعب على الجنبين واللعب اللي من جوه احسن اكيد هيدي الامكانيات اكبر ان الاهلي يحرز اهداف. لو وليد سليمان لعب ورا اثنين راس حربه دول لانه لعيب كويس جدا في الباص الاخير وبيحرز اهداف كمان، هو ما ينفعش يلعب على الجنبين، لازم يلعب ورا راس الحربه. لما يلعب ورا الاثنين راس حربه دول الاهلي هيبقى عنده امكانيه كبيره جدا انه يخلق فرص اهداف ويستغل فعلا اثنين راس حربه الموجودين قدام. شكرا جزيلا مستر مانويل، واكيد هنلتقي مره ثانيه بعد المباراه. كابتن علاء احنا اتكلمنا عن